في كلمة أمام مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية، توقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تتراجع معدلات التضخم في النصف الثاني من العام الجاري، مشيرا إلى أنه سيصل إلى ذروته في مايو ليبدأ بعد ذلك. وأضاف أردوغان أن السياسة المالية التركية لن تزيد من الضغوط التضخمية، مؤكدا أن البرنامج الاقتصادي يهدف إلى خفض التضخم إلى رقم بخانة الآحاد، وأن يكون خفضا مستداما وليس مؤقتا.